الوزير اليوم بان بالملموس بان سعر المحروقات في المغرب بريء من السوق العالميه، بحكم ان اليوم ما عرفتش وقيله تصلح لي اليوم البرميل وصل 101 والمحروق. بغينا نعرفوا السؤال ديالي هو شكون له المصالح من وراء اغلاق لاسامير، وعلاش الحكومه مازال حتى الان ما ناقشاتش اعاده فتح لاسامير، والاثمنه ديال المحروقات في المغرب واش كيتم مناقشه ديالها؟ كاينه لجنه في الحكومه اللي كتتابع هاد الاسعار، ولا الشركات اللي اصبح المغاربه يعرفون من هي اللي كتحكم في هاد الاسعار ديال 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 المحروقات؟ شكرا. فاطمه، لاسامير موضوع تصفيه قضائيه، لاسامير موضوع تصفيه قضائيه. اليوم منين يقول القضاء الكلمه ديالو انذاك الحكومه ستتفاعل على ضوء هذه القرارات اللي غتاخذها السلطات القضائيه التي تشرف على هذا الملف، واللي معروف هذا الملف شنو كان فيه وكيفاش كان التدبير ديال المؤسسه سابقا.